من أكثر المواضيع اللي أرقت علماء الفيزياء هي فهم طبيعة الضوء. بهذا الفيديو رح نعمل جولة على بعض التجارب العلمية اللي حاول من خلالها علماء الفيزياء الكلاسيكية دراسة طبيعة الضوء. على حسب الفيزياء الكلاسيكية، فكل شيء منحس فيه بالعالم هو شغلة من اثنين، إما جسيم أو موجة. شو الفرق بين الجسيمات والموجات؟ الجسيمات إلى شكل ثابت موجودة بمكان محدد، ممكن نمسكها ممكن نرميها. الكرسي مثلا شكله ثابت موجود بمكان محدد وبنقدر نتحكم فيه ونغير موقعه، بينما الموجة ما إلى شكل ثابت، ما إلى مكان محدد، ما بنقدر نكمشها أو نتحكم فيها لأنها بتتحرك باستمرار. أساسا الموجة ما بتنوجد لوحدها، الموجة هي شكل لحركة شيء. مثلا إذا حركت الحبل بطريقة محددة، فهي الحركة بتزود الحبل بطاقة بتخليه يتحرك بشكل موجات. إذا رميت حجرة على بركة مي مثلا، فهي الحركة رح تعطي طاقة للمي وتساهم بتشكيل موجات دائرية. بناء على هذا التقسيم عملوا الفيزيائيين عدد كبير من التجارب لا يعرفوا شو طبيعة الضوء، هل هو جسيم أو موجة. من ضمن العلماء اللي تبنوا النظرية الجسيمية للضوء هو العالم الشهير نيوتن. من التجارب اللي أجراها نيوتن بسنة 1704 هي تجربة انعكاس الضوء. لاحظ نيوتن من خلال التجربة أن الشعاع الضوئي لما يسقط على سطح عاكس بينعكس بزاوية انعكاس بتساوي زاوية السقوط، وهي الخاصية مطابقة تماما لخاصية الجسيم. فلو رمينا جسيم مثل كرة التنس بقوة على أرض صلبة مستوية، منلاحظ أنه زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. هاي التجربة هي من ضمن التجارب اللي دفعت نيوتن للإقرار بأنه الضوء هو جسيم. استمر الاعتقاد بأنه الضوء هو جسيم لسنة 1804، لحد ما اقترح العالم توماس يونغ تجربة بسيطة وعبقرية غيرت قوانين اللعبة بشكل كامل، سماها تجربة الشقين. توماس يونغ سلط الضوء على حائل فيه شقين وحط وراه حائل تاني. لو كان الضوء جسيمات فرح يظهر خطين لامعين على الحائل الخلفي. لتوضيح الفكرة، تخيل انه عندك حيط فيه شباكين، لو رميت بحص على الباب بشكل متكرر وتفرجت على الجهة التانية رح تلاقي كومتين بحص ورا كل شباك، لكن نتيجة التجربة ما كانت بهذا الشكل. اللي صار انه تكونت مناطق اضاءة عالية واضاءة منخفضة على الجدار الخلفي بنمط غريب. نفس التجربة إذا عملناها على موجات المي بيطلع معنا نفس النمط. كل واحد فينا بيقدر يعمل هاي التجربة لما نولد هاي الموجات عن طريق أنه نهز سطح المي بنقطتين متجاورتين بأي بركة. إذن تجربة يونغ أكدت بشكل قاطع أن الضوء له طبيعة موجية. اعترض ألبرت أينشتاين على اقتراح يونغ، قال أنه إذا افترضنا أن الضوء هو موجة فالمفروض أنه الموجة ما بتنتقل بالفراغ، فكيف بيقدر ضوء الشمس أنه ينتقل لعنا من الفضاء للأرض؟ الموجة اللي بتتشكل بالحبل بحاجة لحبل، والموجة اللي بتتشكل بالمي بحاجة لمي. بنفس الطريقة إذا اعتبرنا أنه الضوء موجة، فضوء الشمس بحاجة لمادة ينتقل عن طريقة، والمعروف أنه الفضاء هو مجال فارغ خالي من المادة. فالمفترض أنه ضوء الشمس ما يصل على الأرض عن طريق الفضاء، تماما مثل الصوت. فالصوت هو موجة ميكانيكية بحاجة لوسط مادي لتنتقل عن طريقه، وهذا السبب اللي بيخلينا ما نقدر نسمع شيء بالفضاء. بنقدر نجرب هذا الشيء من دون ما نطلع على الفضاء، فإذا جبنا جرس وحطيناه جوا ناقوس مفرغ من الهواء رح نلاحظ أنه ما عاد نقدر نسمع صوت الجرس. هذا التحليل دوخ العلماء وخلاهم يفترضوا أنه الكون اللي عايشين فيه غرقان بمادة نحن ما منشوفها، ما منعرف نرصدها ولا نقيسها. موجات الضوء بتنتقل عبر هاي المادة، هاي المادة أطلقوا عليها اسم الأثير. هذا الكلام استقر بالمجتمع العلمي لسنة 1921، لحد ما طلع العبقري أينشتاين بنظرية جديدة قدر من خلالها أنه يوائم بين نظرية الأمواج ونظرية الجسيمات، وأخذ على هاي النظرية جائزة نوبل. شو هي النظرية اللي تبناها أينشتاين؟ كيف توصل لإلها؟ هذا الشيء رح نحكي عنه بالتفصيل في الفيديو القادم. كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.